جثلب. يوم مرت الايام ارحب يا نادر. هلا ارحب يا نجم برايفت. استرح استرح هني الحين نحتفل فيك. استرح استرح وحيه. يو انت لابس فستان ولا لابس؟ انها مشرع مورا. مين قصر؟ اللي شال احمد. ها؟ اللي شال احمد. سلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله. حب استرح استرح يا ابو سعود. مرحبا ومسهلا. جلس جلس العروس. كيف الحال؟ ارحب يا نجم برايفت. حبيت راسك وباركت. هو نايم جيت خبصته خبصته خبصته. مبروك جاي مبروك. الله يبارك فيكم. استرح استرح. شيل شيل يلا. لا لا شيل 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 شيل. ارحب مرحبا ومسهلا. والله بدي اشلك لك ما بطل فيك. بشتك نصكم. بشت الشيخة ثاني. هم حق بشت شيخة. بشت ان طيب اسلم يا ابو سعود. شنو تقول بهذه المناسبة؟ اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا احب اوجه رسالة عذر للاشخاص الذي يشاهدوننا من امام الشاشات. المعذرة يا جماهير. والله العظيم اني شاكر ومقدر حبكم وتعبكم. عارفين كيف؟ فوالله العظيم اني يعني العيال عارفين والله اني كنت تعبان. لعلها جات النومة زحلطا. عرفتوا كيف؟ فشكر كثير لكم مقدر و يا رب على ما قصرتوا. بيض الله وجيهكم وما قصرتوا. والله يجعلنا عند حسن الظن ويجعلنا عند الهقوة وأطيب منها إن شاء الله. وأعوذ بالله الرجيم بإذن الله إنها إن شاء الله ما عاد ننام نفس النومة هذه. أنتم عارفين يعني أنا معودكم دائما إني أحضر أول البث. صحيح. في المرة هذه جات كذا. عرفتوا كيف؟ صح. في المعذرة يا ربع المعذرة. الأولى هي حطت في اليوم ولا حط غيره. الله يطول عمرك يا حبيبي. نجم برايفة اللي يستاهل. ونجم والثانية إن الأيام هذه تعرف ما قبل العيد وعندنا تجهيزات وأمور. صحيح. وعندنا شغلة بارك الله فيك. شغل ما يفك الله يسلمك. شو جابلك جابلك الصورة؟ جابلك يا نجم. أقول الأولة من الأولات. فأنت اليوم يحق لك ما لا يحق لغيرك. الله يسعدك يا حبيبي. لأنك نجم البرايفت وتستحقه بجدارة. تستاهل الطيب. والثانية أنك مثل ما يدرون الجمهور أن لنا يومين وأن في أعمال للعيد لهم. صحيح عشان يستمتعون بالمشاهدة. فلهم منا. أبغى أطالبك بشيء له يا بعضه. أبغى طبعا ما هو مقصر لكن. يا مرحبا. لهم منا. بقامة زيدان. عمل اسطوري ما مثله مثلي. هذا معك نجم البرايفت يا معجب. كيف الحال؟ الف مبروك 700 نقطة. هذا ودي اضيف تصير 700. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري. اي ثوب للخياطة الرجالية. اي اكلين شاي